يقول: متى يكون شرك النية والقصد شركا أكبر مخرجا من الملة؟ الشرك في النية والقصد يكون شركا أكبر إذا كان مثل رياء المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. قال الله جل وعلا: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا صار مثل رياء المنافقين فهو شرك أكبر، أما إذا صار يصدر من المؤمن فهو شرك أصغر. فإذا كان الرياء ليس معه إيمان فهو شرك أكبر وهو شرك المنافقين، إذا كان الرياء معه إيمان فهو شرك أصغر. نعم.